اسمها اخطاء شيخنا هو الله اخطاء مطبعيه. نعم مطبعيه وبعض الاشياء اضافات فيها تقرير الشيخ بن باز. يا شيخ هذه الشيخ بن باز تقرير وختمه وكل شيء. نعم والحقيقه انا ذكرت للشيخ علي قبل ما ناتيك ان هناك عله خامسه في الحديث وذكرها، يعني انه عطاء لم يسمع من ابن عمر وقال ذلك ابن المديني، قال رآه يطوف بالبيت ولكنه لم يسمع منه، ذكر ذلك العلائي في جامع التحصيل. هذه العلة من يذكرها؟ والله أحد الأخوان يتناقش نحن في الموضوع قال أنا وجدت هذه العلة. يعني راجعت شيخنا جامع التحصيل، ما أظن هذا يلي راجعت شيخنا اليوم إيه؟ فبقول إنه سمع عدد رأى عدد من الصحابة لم يسمع منهم، ونقل عن علي بن المديني الشيء اللي تفضل فيه أخونا الكريم أنه رآه يطوف بالبيت ولم يسمع منه. إنه لكن أنت بتقول مش الحديث عين الحديث. معليش ما سمع من أحد من الصحابة بتقول خلنا نسجل كلام عندك جامع التحصيل شيخ نشوف العبارة. عندي صراحة طيب ممكن انك ترد يعني بسرعة وما ادري كتبت شيء ان شاء الله. كيف؟ عساك كتبت شيء في الموضوع. لا. الشيخ بعض لا شيخ بعضهم يعني يقول ان هذا قول الجهمية او ايش هو قول الجهمية سامحكم الله ما هو؟ لا اخونا الشيخ معنا في لا معليش ما هو؟ ان من عاد الضمير على ادم. هذا قول الجهمية يتمسكون بقول إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. لا ما يقول هذا الإمام أحمد، الإمام أحمد ما تكلم عن حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن. الإمام أحمد ما يصحح هذا الحديث. لكن كذلك كذلك أي استرحنا من هذا الحديث إذا من جهة أنه إمام آل السنة الإمام أحمد ما صححه. نعود للتأويل، خلق الله آدم على صورته هكذا الرواية الصحيحة أليس كذلك؟ طيب الضمير إذا عدناه إلى آدم تروي روايات عن الإمام أحمد أن هذا قول الجهمية. طيب هل من قول الجهمية خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع؟ الجهمية هل من قول الجهمية خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراع؟ لا. قول من هذا؟ هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا فأنا جهمي؟ لا أنت لست بجهمي. إذا من هو الجهمي؟ الجهمي هو الذي ينكر صفات الرب جل وعلا. طيب إذا لماذا تشعرون بأهمية الموضوع أن الإمام يقول أنه من أرجع الضمير إلى آدم فهو قول جهمي؟ يقول أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق عليها؟ ما تناقش الآن بعد أن آمنت معي قوله عليه السلام وقلت بأن هذا هو قول الرسول. أيضا ماذا نقول؟ الضمير راجع لمين؟ يرجع إلى آدم. يرجع إلى حسن. إذا هم الآن يقعون في التشبيه إذا آمنوا بهذا الحديث الصحيح، ولا سبيل لهم إلا أن يؤمنوا معنا به لأنه في صحيح البخاري. نعم. فحينئذ طوله إذا أصروا على إعادة الضمير الأول على صورته إلى الله، إذن نخرج بنتيجة طول الله 60 ذراعا، وهذا هو تمام التشبيه. هل قد يستوحيه بعضهم من إعادة الضمير إلى الله
في الحديث الصحيح أيضا خلق الله آدم على صورته. ها؟ هذا من تمام التشبيه. هم يقولون يا شيخ نثبت الحديث كما جاء ولا نتعرض لتأويله ما لنا أن نؤوله، ويقولون أن من ادعى أن ظاهر هذا الحديث هو التشبيه فهذا مردود عليه وباطل، لأن النصوص القرآن والسنة لا يكون ظاهرها التشبيه، لأن أتى في القرآن والسنة ما يبطل هذا، فكيف يكون ظاهر الكتاب والسنة الكفر؟ أنت الآن تقول إنهم يقولون لا نؤول، صح؟ نعم. ما لنا أن نؤوله؟ لا نؤول. ليس لنا أن نؤول. هل تعني بهذا النفي، وإن كان هذا لم يصدر منك وإنما هو أشعر تماما أنه حكاية منك؟ نعم هو كذا، ونقل منك، وتبريرا لمثل هذا النقل نقول ناقل الكفر ليس بكافر. ماشي، فأنت تقول عنهم ليس لنا أن نؤول. ماذا يعنون ليس لنا أن نؤول؟ هل يعنون ليس لنا أن نفسر، وبالتالي ليس لنا أن نفهم، وحينئذ نعود إلى التفويض، وما أظن يقولون بهذا. لا هم يقولون يا شيخ لا 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 تشرح لي، أنا قلت لك ما أظن يقولون بهذا، فإما أن تكون معي أو لا. فإن كنت معي ما يحتاج الأمر بأن تعود وتقول يقولون. فهل هم مفوضة في هذا الحديث؟ يلزمهم يا شيخ، يلزمهم. فإذا لكن لا يقرون بذلكم، يقولون نحن. وهذه المشكلة يا شيخ، هذه المشكلة. أهل الأهواء يلف ويدوره، تارة مؤولة، تارة معطلة، تارة مفوضة، ليس لهم منهج مستقيم. وأهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد ونحن من ورائه، هم ليسوا مفوضة وليسوا مؤولة بالمعنى العلمي الاصطلاحي، وليس بالمعنى العلمي الذي يقول مثلا ابن جرير في تفسيره تأويل الآية أي تفسيرها. واضح؟ واضح. طيب، أهل السنة ليسوا مؤولة بمعنى إخراج النص عن ظاهره إلى معنى لا يتبادر إلى الذهن أولا، ثم لا يوجد هناك قرينة علمية تضطرنا إلى أن نلجأ إليه ثانيا. ماشي؟ إذن هم أهل السنة هم مؤولة بمعنى مفسرون، صح؟ نعم. إذن ماذا يفيد كلامهم نحن لا نؤول؟ على المعنى البدعي. على المعنى البدعي، أحسن. الآن نعود إلى عندنا الحديث الأول، خلق الله آدم على صورته. من حيث الأسلوب العربي يحتمل إعادة الضمير إلى كل من الخالق رب العالمين والمخلوق آدم عليه السلام، صح ولا لا؟ من حيث الأسلوب العربي. والمضروب يا شيخ. نعم. والمضروب. والمضروب. نعم. وين المضروب؟ في حديث آخر يعني. نحن نتكلم عن هذا الحديث. طيب. أنت بتجيب حديث آخر نتكلم عليه. طيب. نحن هلا حديثنا خلق صحيح. الله آدم على صورته. نعم. مش أنت بدأت الحديث نقلا عنهم، أعود لأقول نقلا عنهم، أنه هن بيقولوا الضمير هنا راجع إلى الله. نعم. طيب، نحن لا نزال في هذا الموضوع، وأرجو ألا نشت عن الموضوع إلى حديث ثالث. طيب. وأنا لا أقول هذا هربا من البحث في الحديث الثالث، لا، لكل مقام مقال ولكل زولة الرجال. فالآن أعود لأقول الضمير في هذا الحديث من حيث الأسلوب العربي يحتمل
أن يعود إلى الخالق سبحانه وتعالى وإلى المخلوق وهو أعلم، صح ولا لا؟ فهم تركوا الإعادة الثانية امتساكا أو تمسكا منهم بالإعادة الأولى، خلق الله. ولعلك تعلم مثلي أن العلماء يقولون إذا احتمل رجوع الضمير إلى مضمرين اثنين فالأولى أن يعاد إلى الأقرب ذكرا، معروف هذا لديه. فالأقرب ذكرا هو هنا في الحديث الله أم آدم؟ آدم، خلق الله آدم على صورته، آدم آدم. طيب، إذن فهنا في لفتة نور مهمة من حيث الأسلوب العربي أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. فإذا إنسان من أهل السنة والجماعة لسبب أو آخر أعاد الضمير إلى أقرب مذكور، وهذا أسلوب عربي، لماذا يقال إنه جهمي؟ ممكن أن يقال إنه جهمي إذا صدر هذا التأويل من جهمي فعلا، أما إذا حصل من أهل السنة والجماعة هذا لا ينبغي أن يتهم بأنه جهمي، لأنه أولا هو في الأصل سني وليس بالجهمي، ثانيا استعمل اللغة العربية أنه يعود إلى أقرب مذكور، ثالثا وأخيرا وهذا هو المهم خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا. إلى ماذا عاد الضمير الأول؟ هنا ضميران، لا شك أن الضمير الأول والثاني لا يمكن إدخال قلقلة بينهما، فأحدهما يعود إلى مضمر والثاني يعود إلى مضمر آخر، وإنما يعود كل منهما إلى مضمر واحد. وأنت معي ولا شاري؟ معي. فإذا خلق الله آدم على صورته طوله، صورته طوله، إن أصروا بإعادة الضمير إلى الله، الضمير التالي لمن يعود؟ إلى الله. من الذي يقول طول الله 60 ذراعا؟ أليس هذا هو التشبيه؟ أليس هذا هو الكهر بعينه؟ ولذلك شيخكم هذا في هذا الكتاب حاول الانفكاك من هذا الإيراد، ما عاد أذكر كيف لف دار، لعلك أنت باعتبار قريب يعني من البحث هذا تذكر ماذا فعل. أنا باقي في ذهني أنه لف دار على حديث الصحيح، لكن طاح وذهب من ذهني تفصيل ذلك، فلعلك تذكر. تريد قولهم يا شيخ؟ قولهم حول الحديث يعني؟ لا، أريد ما قال المؤلف التويجري. هو الشيخ يعني؟ إيه؟ يعني لماذا يقول بأن الضمير يعود إلى الله؟ لا. لماذا؟ ما موقفه من حديث البخاري خلق الله آدم على صورته طوله؟ طوله. طوله. ما تعرض لهذا الشيء؟ لا تعرض، كيف لا؟ يعني هو يقول يعني على كل حال نحن الآن بحثنا في هذا من باب التعاون على الخير والبر والعلم الصحيح. نفترض أنه لم يتعرض كما تقوله، أو تعرض كما أقوله، كما أقوله، اسمع، فما بهمنا أصبت أو أخطأت، أصبت أم أخطأت، ما بهمنا هذا، بهمنا أنه ما موقف المسلم تجاه هذا الحديث الموجود في صحيح البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا.
ما موقفه؟ ما موقف الشيخ من هذا الحديث؟ موقف الشيخ يقول أننا نأخذ بالضمير الأول نعيده على الله، والضمير الثاني نعيده على آدم، لأن الثاني لا يمكن أن يعاد على الله. هذا الذي كنا نتكلم، كيف يصير هذا في اللغة العربية؟ عنده يصير يا شيخ. كيف؟ عنده هو. هات نشوف في مثال في اللغة العربية كهذا حتى نعم. ذكر شيخنا أحد الأخوة تناقشت معه في المسألة. كويس. أو بالأحرى تناقش معه الشيخ نسيب الرفاعي بوجودي، وصار يعني مباحث عامة. إيه نعم. فذكر قوله تعالى تدليلا على هذه: لتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم. فقال تعذروه وتوقروه عائدة على النبي الرسول عليه السلام. وتسبحوه عائدة على الله سبحانه وتعالى، وهما في سياق واحد. وهما في سياق واحد. في سياق واحد. اي نعم. اي بس هنا يختلف الامر تماما. التسبيح لفظة التسبيح في ذاتها لا يمكن ان يفسح مجال ارجاع الضمير الى المضمر الاقرب ذكره. نعم نعم. يعني قاطعة. بلا شك يعني. من المستحيلات كما يسمى علماء الكلام. على كل حال انا بهمني في الموضوع شيء في الواقع مهم. ان اهل الاهواء ما موقفهم بالنسبة للنصوص، وبخاصة اذا كانت حديثية، وقد يجدون متنفسا في التخلص منها انه حديث يفيد الظن لانه حديث احاد الى اخره. فسبيلهم معروف، اما التأويل للنص او انكاره. اذا استطاعوا انكاره ما قصروا. بالقرآن لا يمكن هذا، لانه إذا أنكر شيء من القرآن انكشف أمره وخرج من الملة. أما بالنسبة للحديث فبإمكانهم أن ينكروه، وقد فعلوا ذلك كثيرا. والمثال في العصر الحاضر موجود عندك فيما فعله الغزالي هذا المعاصر. فأهل السنة أحيانا يبذر من أحدهم ما ينكره على الأهواء، أهل الأهواء، وهو اللف والدوران على النص. فنحن أمام هذا الحديث: خلق الله آدم على صورته طوله. ما موقفنا تجاه هذا الحديث؟ إما أن نسلم بدلالة الواضحة أن الضميرين يرجعان إلى أقرب مذكور، وإما أن نعطل الحديث ونقول هذه رواية شاذة أو ما شابه ذلك. وأنا وجدت الشيخ التويجري يكاد يصرح ولا يبينه في بعض الأحاديث تكون في الصحيح يشير إلى أنه في شيء. مثلا هذا الكتاب الحجاب، ما أدري موقف هذا الإنسان، لكن أخونا علي ذكر لي بأنه ضعف حديث الخثعمية، أكذلك؟ أنا أقول وزره على شيخكم، لأنه هو فتح الطريق لهذا الناشئ بأن يطعن في الحديث الذي لم يسبق لأحد من علماء المسلمين أن غمز من قناته. كيف ذلك؟ التويجري قال في لفظة أظن إما حسناء، امرأة حسناء أو الفضل كان وضيئا، يقول هذا تفرد به البخاري. هو يقول أخرجه فلان وفلان، وأظن أخذ التخريج من كتابي. وفي أثناء التخريج يقول لك تفرد البخاري بكذا. هي غمزة غمزة ناعمة ناعمة لطيفة جدا.
ما هي صريحة. يمكن يجي واحد جريء مثل هذا يفتح له الطريق فينطلق ويقول هذا حديث شاذ. فأنا أذكر، ولعله الأستاذ علي الآن يوفق ويخرج الكلام هذا. شوف الفارس لعله مشير. طلع الفارس. الفارس طيب. في مرة جاي بالحديث بس يعني ما اتطرق له بتمامه. في كل المواضع وفي معظمها جايب خلق الله آدم على صورته، في موضع جايبه بتمامه لكن ما أشار إلى شيء، لعله الآن إن شاء الله. يعني كل حال هاي الطبعة بتكون إن شاء الله منقحة فعلا. أما الطبعة القديمة فيها شيء من هذا الكلام. هل يشعر الباحث أنه هو مش أنكر صحته؟ لا تفهموا مني هذا، وإنما لف دار لمعناه وبس، بخلاف حديث الخزعمية. على كل حال ما عندك؟ ما الذي عندك؟ الأسئلة يا شيخ. قبلها حتى تتم الفائدة شيخ بالنسبة لعطاء. ايش طري عندك؟ ايش بقول يعني هذا تمام الكلام؟ قال عطاء ابن ابي رباح، قال ابن المديني رأى ابا سعيد الخدرية يطوف بالبيت ورأى عبد الله ابن عمر ولم يسمع منهما ولا من زيد بن خالد الجهني ولا من ام سلمة ولا من ام هاني ولا من ام كرز شيئا. وقال احمد بن حنبل يعني ذكر انه سمع لم يسمع. ايه معليش، بس ما بيجوز بارك الله فيك نقول انه ما سمع من احد من الصحابة اطلاقا. نعم بناء على هذه النصوص. صحيح، هذا الذي اردت تثبت منه. لكن هذا شيخنا تفيد حقيقة في البحث. اي نعم، يعني تنصيص قوي ولعله ما ذكر، وبخاصة في قضية ترجيح المرسل على المسند. اي نعم.